راح أحكي شرح مختصر عن تطبيق الجي بي اي كالكوليتر على الموقع الرسمي لجامعة عمان الآلية. هلأ كيف تدخل عليه؟ من الصفحة الرئيسية تنزل على أيقونة جي بي اي كالكوليتر. جي بي اي كالكوليتر تدخل عليه. هلأ التطبيق فيه له 2 اوبشنز، خيارين. الاوبشن الأول فيك عن طريقه تحسب معدلك التراكمي ومعدلك الفصلي، طبعا عن طريق إدخال معلومات هي المعدل التراكمي الحالي وعدد الساعات المجتازة، وكل كورس علامة الكورس، عدد ساعات الكورس، وإذا فيك تفعل هالأوبشن إذا كانت الكورس معاد أو غير معاد. هلا رح نجرب مثال عن هالموضوع. المثال الأول، معدلك التراكمي الحالي 66، عدد الساعات المجتازة 40 ساعة. الكورس الأول جايب فيه 60، 3 ساعات. الكورس الثاني 70، 3 ساعات. الكورس الثالث 65 ساعتين. الكورس الرابع 71، 3 ساعات. الكورس الخامس والأخير 75، 3 ساعات. والمادة معادلة كنت جايب فيها 40. هلا صار عنا بهذا الفصل 5 كورسات، عدد ساعات الفصل 14 ساعة، طبعا في منهم 3 ساعات معادلة. هلا بنحسب المعدل، حسب لك اعطاك معدل معلومات الفصل. معلومات الفصل عدد ساعات الفصل 14، معدل التراكم الفصلي 68.42. هلا المعلومات التراكمية، النتائج التراكمية، عدد الساعات المجتازة 51 ساعة، المعدل التراكمي الحالي 68.19. طبعا عدد الساعات المجتازة اللي كنا قاطعينها 40 ساعة مع الفصل هاد صاروا 51، لأنه في 3 ساعات معادلة ما بتنحسب مع عدد الساعات الكلية. طبعا فيك تستخدم الديليت لتحذف أي كورس بدك إياه، مثلا نحذف هذا الكورس المعاد، نحذف الكورس الساعتين، فينا نحسب معدلنا الجديد بعد حذف المواد. صار عدد الساعات الفصلي 9 ساعات، معدلك الفصلي 67، عدد الساعات الكلية 49 ساعة، طبعا لأنه قاطعين 9 ساعات، المعدل التراكمي الحالي 66.18. هلا هي الاوبشن الاول انتهينا منه. هلا في اوبشن ثاني. الاوبشن الثاني فيك عن طريقه تتوقع العلامات يلي لازم تجيبها لحتى ترفع معدلك التراكمي. طبعا معدلك التراكمي الحالي 66، انت حابب مثلا ترفعه لمعدلك ل 69، تحط 69 وتعمل expect. وقت تعمل expect بيتوقع لك الحد الأدنى للعلامات اللي المفروض تجيبها بالفصل لحتى ترفع معدلك ل 69. رح نجرب هاي الحالة حاليا. expect هلا هون عطاك two option two نتيجتين. هدول النتيجتين نفس الشيء ما بيختلفوا عن بعض، بس الفرق انه باسلوب وضع النتيجه. هلا هون بيقول لك the minimum required grade for each of the above courses is 83، المفروض تجيب 83 بكل كورس من بهالفصل حتى ترفع معدلك ل 69. راح نجرب 83، 83، 83، نعمل كالكوليت، معدل 69.12، ارتفع معدلنا ل 69. طبعا
رجعهم مثل ما كانوا، كانوا 60 70 71. هلا النتيجة الثانية كاتب لك you need at least a total of 46 grade to reach the targeted average، تحتاج أقل شيء 46 علامة بشكل مجموع 46 علامة على كل مواد هالفصل، على كل كورسات هالفصل لحتى ترفع معدلك لل 69. شو معنى هاي؟ هلا هي 46 فيك تضيفها لأي مادة من هالمواد، أو فيك توزعها على مواد هالفصل حتى ترفع معدلك لل 69 مثلا، ونوزع 46 نعطي هاي 20 تصير 80، نعطي هاي 20 نعطي هاي 10 مثلا تصير 80 كمان، صاروا 30 علامة، ناقصنا ال 16 علامة، 16 علامة نعطي هاي 16 تصير 87 87. هلا بنحسب طلع المعدل 69 تماما، يعني شغلنا تمام، شغلنا تمام حاليا. هلا في حالة أخرى المفروض ينتبه لها، وأنت ترفع معدلك مثلا 69 بس كان عدد الساعات عندك هون كانت نرجعهم مثل ما كانوا 60 70 71 مثلا، عدد الساعات كانت هون عندك ساعتين وهون ساعة، نحسب الجديد، هاي المعدل التراكمي الجديد، معدل الفصل الجديد. هلا طبعا هون راح يفرق معك توقع المعدل، هون راح يقول لك بدك 72 علامة، مجموع العلامات 72 طبعا، هون حكى لك تحتاج مجموع كلي 72 علامة، بس هون الموضوع عندك بيختلف لأنه عدد الساعات مختلف بكل كورس، هنيك كان الحالة اللي قبلها كان عندنا 3 ساعات بثلاث ساعات بثلاث ساعات، عدد الساعات متساوية بكل كورس، هون عندك عدد الساعات مختلفة، هون ساعتين هون ثلاث ساعات هون ساعة، فهون كيف بدك توزع هالعلامات؟ أفضل طريقة لحتى توزع العلامات وحتى يطلع معك النتيجة صحيحة، نتيجة المعدل التراكمي وقت يرتفع، بدك توزع هالعلامات بالتساوي عن طريق مثلا بتاخد 72 تقسمها على عدد الكورسات الفصل على 3 يطلع معك 24 علامة، لازم توزع 24 لهي و 24 لهي و 24 لهي، فهون بنعطيها 60 بنعطيها 24 بتصير 84، وهي مثلا نعطيها 24 بتصير 94، وهي بنعطيها 24 بتصير 95، لازم هلا يطلع المعدل 69 طبعا، معدل 69.02 شغلنا تمام. هلا هي خلصنا من الاوبشن الثانيه. هلا في حاله اخيره رح احكي عنها، موضوع اذا كنت انت طالب جديد بالجامعه اول فصل لك، او طالب منتقل للجامعه، طبعا معدلك رح يتصفر اذا كنت منتقل، فبدك تعبي هالمعلومتين، معدل التراكم الحالي ليكون صفر، وعدد الساعات المجتازة ليكون صفر. مثلا إذا كنت مقدم أنت 12 ساعة بهالفصل، يعني 50 76 رح يكون معدلك التراكمي يساوي معدلك الفصلي، لأنه أنت أول فصل لك وعدد الساعات متساوي. هاي الحالة الأخيرة، وشكرا لكم على المتابعة.